كفاء سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا نشهد أن لا إله إلا أنت ونقر أن لا سعادة إلا بالإيمان بك ولا فرح إلا بحبك إيانا ولا أدب إلا آداب حضرتك. ربنا زدنا هدى وتقى يا ربنا رب السماوات والأراضين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بحول الله تعالى وبركاته وعنايته نحاول مقاربة بعض ما أتت به ثلاث آيات من سورة الأنعام. الآية 115: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض، هاي التالية، وإن تطع أكثر من في السماء من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد فكل ما ذكر اسم الله عليه. إذن بعجالة، إن شاء الله مباركة، إن شاء الله تخفف من الحمل بتاع الفهم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي ربي بالقرآن العظيم والكتاب الخاص بالله رب العالمين، تمت كلمات الله أي صغير بسفر، يعني ما عادش هناك لا مزيد ولا إنقاص. مش تعرف الإسلام أتى لي أنا إسعاد الإنس والجن، لكن أغلبهم لا يفقهون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلمة الله ماهيش ألفا فقط، لكن تحمل دلالات ومعاني تحدد في إطار القرآن والأحاديث القدسية وحديث أبو شريف صحيحة. مثلا واحد وكان كونسيبت يفلو عن إسلام لبرول ديفين لحديث قدسية الحديث تراديسيون محمد كلافي دالا سوسوري لفري تراديسيون لبرول تراديسيون qui galvaudit comme ça, non. La vraie tradition de Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, c'est la troisième partie de la mission de Muhammad, qui se bat sur le Coran, les paroles Mubaraka, hadith, Qudsiya, qui sont des paroles divines, qui sont à l'apogée de la beauté et de la justice, de la clarté, à part le Coran. Donc il y a un trépied, Coran, Hadith Qudsiya, tradition mahométane, que la paix d'Allah soit sur notre prophète Mohammed. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adl. Donc tous les concepts sont là, les vrais concepts, qui ne barrent pas la route pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? À quoi ça sert d'observer l'univers et de l'étudier? Et qu'est-ce qu'on a comme connaissance de notre humanité, des djinns, des anges, des archanges, etc. Donc, ce sont des concepts qui ne sont pas, qui n'ont aucune fonction négative ou freinatrice de la compréhension, jamais. Donc, le Coran vient des mafahim rabbaniya, la tahtamlu ta'wil fasid, bal alayk stifti kalbik, stifim, mada qasada al-Rahman, l'ayy al-Hakim, al-Hadid al-Qudsiya, al-Hadid al-Bashari, wa sunnat al-Rasul, alayhi salatu wa salam. Tahdid, wada.
هذا حتى حتى نفسه بيتجرأ ويفسر بما يميله ابليس اليه. احنا ليس على الهوى المفسر، احنا ناخذ من الله سبحانه وتعالى ان يسمح لنا بالمقاربه بالكلام العزيز وحديث القدسي وحديث النبي الكريم عليه الصلاه والتسليم. نحن لسنا اهل هوى، احنا اهل تبليغ بكل امانه. نحاول كل ما في يدنا نكون صافين قصد وجه رب العالمين، ولا انحراف مقصود، وان وقع فهو ربما زل يغفره الله. اما ان نعبث بالايات المحكمات ونبالغ في الرجوع الى غير المحكمات متشابهات، هذا ليس من دلالتنا نحن اهل القران واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اللغة هي تتمسك بها العرب، وتمسك بها الفارسي عليه سلام الله، والرومي والقبطي، اللي دخلت في دين الله من خلال المفاهيم الصحيحة المقصودة من لدن الله. فما منهم من دخل بقصد اخر، هو ان يفرغ بعض محتويات المفهوم ويضع مكانها ما يريد قصد التشويه حتى لا يصل القارئ او السامع الى ما قصده الله، فيكون من المضللين المضلين علم ذلك ام لم يعلم. المسألة طويلة ومعقدة ولا فائدة. المفيد احنا عندنا وتمت كلمته: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. زاد كذلك تمشي بالله سلى المسار. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق يعني فماش كذب ولو ريحة، وعدل ولو ما ابسط انحراف، لا يكون في كلام الله وفي دين الله. لذلك الله لا يقبل إلا النية الخالصة والعمل الصالح الذي تغي به وجه الكلمة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يويل علي جرى ويحب يعطي الكلام الله كما بنو إسرائيل والنصارى سرقوا على الله، فأصبحوا لا توراة لهم ولا إنجيل لهم، فأصبحوا من أهل الأعداء، من أعداء الله، من ملعونين، من اللي ربي سبحانه وتعالى بعث لهم مكايد من طرف الطغاة جبل عبر التاريخ، أما بالنسبة لليهود والآخرين جعلهم يضربون بعضهم لبعض ويخربون بيوتهم بأيديهم، تحسبهم جميعا وقولهم شتى، وهذا تاريخ النصارى عموما. وبعض آراء تقول أن القرآن في بعض عبارات تتصل بمفاهيم منا تختص بها بيئات أخرى وثقافات أخرى وحضارات أخرى، هذا ليس من ببعيد أن يكون حقا، لأنه صادر عن الله. فشو العيب باش يكون من كلام الله عبارات يلصقوها باللغة الأردية والأخرى بالهندية والأخرى بالصينية؟ شو العيب؟ لا مو عيب، وربي هو مصدر اللغات، وإذا كان العربية أم اللغات جعل ربي جعل لغة القرآن المهيمن على الكتب السماوية، ليس هناك أي ضير أو عيب أي عيب أو أي إشكال. المفيد اللي حب يحارب العربية والرب يضربه مهما كانت قوته، بيانا أو ثقافة أو تعبيرا أو تزويقا أو تلاعب الكلمات، ولا واحد لازم يمس القرآن حتى في بعض الحركات، خروج الحروف أو الكلمات أو الآيات، هذا يخلي القرآن وحده. انظروا عبر التاريخ، فماشي كتاب معتمد كما اعتمد القرآن، سواء كان من أهله ولا من أعدائه، وكتاب ترجم إلى العدد الوافر من اللغات،
اكتئاب اهتم به قاسي والدان، ليس هناك شيء من هذا. حتى النصارى اليهود يلعبوا في هذا عليه تمثيلية وك سياق هريس تمام. أنا مرض مرض حب الظهور. ما ثم لغة إلا العبرية، وما ثم كتاب إلا التوراة، وهو ليس بالتوراة بل عارف اللي محرم. كثروا منه ما يخلون وأغراضهم الدنيوية، وباعوا كراتيس مقابل حاجة هينة بثمن بخس، لكن يتكلم لهم بحول الله. احنا ما عندناش الدهاء، مش لاخذ القران ما يخدم مصالحنا ونترك البقيه ظاهريه، لا ابدا ما فماش. الحمد لله القران هنا بالمرصاد، هم الذين يسرون حياه القران بين الانام لاصلاح ما افسده شياطين الانس والجن ومقدمه الصهاينه والكنائس. تمت كلمه ربك صدقا وعدلا، لا مبدل للكلمات، هو السميع العليم. والاخرين الايه الاخرين مفهومين على السهل ياسر. وذاك علاش قتل الرسول عليه الصلاه والسلام على هكا دين قوى وقت ما قال باش ينتشر، وبعد بعث كسرى قضي عليه الروم وما كتب ايمانه. وفي جهه الحبشه كانت سابقه من زمان اللي فما قبول من بعض روس الحكام. والايتين الاخرين ان تتعطى من في الارض تحدث فيه كثيرا، يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم المعتدين. هؤلاء العرب الذين اليوم حاربوا بجهلهم وغرورهم وبهتانهم ومن تشيع الى اعداء الله، سواء كان من الشيعه الفاسده او من الصهاينه او من الكنائس، نسأل الله السلامة. السلام على من تبع الهدى.